بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيدات والسادة، بداية أود أن أنقل إليكم تحيات أخيكم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون وتمنياته بالنجاح لأشغال قمتنا هذه. واسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم كلمة السيد الرئيس. السيد الرئيس، السيدات والسادة، يطيب لي بداية أن أهنئ فخامة الرئيس عثمان غزالي على توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، كما أشكر فخامة الرئيس ماكي سال على رئاسته الناجحة لمنظمتنا، وأشكر أيضا فخامة الرئيس الأخ سيريل رامافوزا على تقريره القيم. تواجه قارتنا تحديات معقدة ومترابطة، وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف العنيف وتعدد بؤر التوتر والأزمات، حيث سجلنا السنة الماضية تزايدا مخيفا للعملية الإرهابية من حيث الكم وكذا دمويتها وامتدادها الجغرافي. ولذا نجدد دعوتنا لتسريع تنفيذ مقترحاتنا، لا سيما وضع خطة عمل جديدة للاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب بدلا من خطة سنة 2003 التي تجاوزت الأحداث. تفعيل القائمة الإفريقية للأشخاص والمجموعات والكيانات المتورطة في أعمال الإرهاب، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وأخيرا العمل على تجسيد مشروع الأمر بالقبض الإفريقي. السيد الرئيس، لا يفوتنا هنا أن نجدد دعما للحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه بما يتماشى مع المواثيق والقرارات الدولية التي صادقت عليها الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، ويتعين على منظمتنا لعب دورها بهذا الخصوص. وفي جوارنا المباشر تواصل الجزائر مساهمتها في دعم مساري السلم والمصالحة الوطنية في مالي من خلال تنفيذ اتفاق المنبثق عن مسار الجزائر، كما تحث الأطراف الليبية على الانخراط في حل الأزمة الليبية دون تدخل أجنبي، وبما يحفظ وحدة وسيادة ليبيا. السيد الرئيس، وقناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية، قرر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضخ مبلغ 1 مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في قارتنا العزيزة. وستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية الهادفة بالتنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة الراغبة في الاستفادة منها. وأخيرا وبخصوص التقرير المعروض علينا، أود أن أشير إلى ما يلي. أولا بالإحالة إلى الفقرة 223 من هذا التقرير، فإنني أذكر بأن استحداث أي هيئة يخضع بالضرورة إلى القواعد والإجراءات الخاصة بمنظمتنا، ولذا فإن الجزائر تدعو إلى عدم قبول هذه التوصية.